طبعا التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى وقبل كل شيء وقبل كل الحسابات دائما ابدا التوفيق عامل مهم جدا للنجاح ولتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات ولكن ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ناخذ بالاسباب في كل شيء واعتقد ان النادي الاهلي المسؤولين فيه مجلس ادارته لجنه التخطيط والتطوير لكره القدم خلال الفتره اللي فاتت الكابتن محمود الخطيب وكل القائمين في النادي على امور كره القدم طوروا الفريق بشكل غير مسبوق باجماع الاراء عناصر كثيره جدا تعاقدنا مع عدد من اللاعبين الكبار في كل خطوط الفريق فالنهارده اعتقد انه في انطباع جديد لازم يبقى موجود عند جماهير النادي الاهلي فريقنا مختلف بفضل الله وافضل كتير من السنين اللي فاتت عناصر الدفاع والهجوم الارقام بتعكس ده في المشاركات والبطولات اللي بنشارك فيها العلامه الكامله في الدوري الممتاز بفضل الله حتى يومنا هذا 39 نقطه من 13 مباراه اعتقد ان الانطباع ده لازم يكون موجود عند لاعبينا الاجتهاد في كل المباريات بذل اقصى جهد التحلي بروح الحمراء والروح القتاليه المعروفه عن النادي الاهلي ولكن مع الثقه بالنفس وبكرر مرات و خط تحت المصطلح ده الثقه بالنفس لان احنا مهما كنا بنواجه منافسين اقوياء، صحيح متفقين ان الكره اتطورت في افريقيا، الانديه اصبحت اقوى، الفوز خارج ملعبنا في المباريات الافريقيه بقى امر بالغ الصعوبه، ولكن زي ما احنا بنحترم كل المنافسين بنعمل حسابات لكل فريق بنواجهه داخل او خارج مصر، الكل دايما بيعمل حساب النادي الاهلي اللي بتسبقه السمعه والنجاحات الكبيره والتاريخ المضيء للنادي الاهلي والارقام والاحصائيات اللي بتميل للنادي الاهلي وبترجح كفته على كل منافس داخل أو خارج مصر عشان كده بنقول إن احنا محتاجين التحلي بالثقة بالنفس ما نفكرش أبدا في فكرة أي مباريات سابقة أي نتائج سابقة هنواجه مين قبل مين في البطولات المحلية أو الدولية بالعكس بنفترض ان ان شاء الله الكل هو اللي هيعمل حساب الآلي في الفتره الجايه وان كل الجهود المبذوله من الجهاز الفني المتميز بقياده ريني فايلر اللاعبين اللي احنا متفقين على كفائتهم وعناصر ونجوم في كل خطوط الفريق وبدلاء على نفس مستوى اللاعب الاساسي وافضل ما بنبقاش عارفين من التشكيل اللي هيبدا لان عندنا أكتر من بديل مميز في كل الخطوط ممكن يعمل قدر من الحيره في الاختيارات امام الجهاز الفني بقياده فايلر وامام كل معاونيه ودي كلها عناصر مهمه للفريق البطل وتوفير قائمه كامله كلها نجوم في كل الخطوط ده المفروض ينعكس على ثقة اللاعبين بنفسهم داخل أو خارج ملعبنا أمام جماهيرنا أو بين جماهير المنافس إن شاء الله نتحلى بهذه الروح واللاعبين يبقي عندهم قدر كبير من الثقة بالنفس